يتأكد لملال طهران بعد خسران كل رهاناتهم الإرهابية أن مأرب قلعة يمنية منيعة تنكسر على أسوارها كل الأطماع الخارجية. الأضواء الخضراء التي ومضت من أكثر من جهة دولية على طريق تزكية هجمات العدوان الحوثي على مأرب سرعان ما انطفأت، وخبى شعاعها في فضاء الانتصارات اليمنية الساطعة التي من شأنها تصحيح انحرافات بوصلة السلام الدولية باليمن. انتهت المهلة تلو المهلة، 50 هجمة عدوانية شنتها ميليشيا الحوثي بشراسة انتحارية على مأرب من مختلف الجهات والجبهات، ثم لا شيء في مضمار الرهان سوى المزيد من غصص الخيبات المريرة. أما الصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة التي منفكت ميليشيا العدوان الحوثي تطلقها على الأحياء السكنية في محافظة مأرب الإنسانية التي تستضيف أكثر من 2 مليون نازح، فليست سوى هروبية سلبية من مواجهة نتائج المواجهات العسكرية في الجبهات. فكل ما يسطره أبطال الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والإسناد الجوي من طيران التحالف الداعم للشرعية من انتصارات استراتيجية هو انعطاف مصيرية هامة في مسار المعركة العسكرية، وكذلك معطيات عملية السلام في اليمن المرعية دوليا، على أن هذه الانتصارات لا توثق فحسب لقوة الإرادة اليمنية وصلبة قلعتهم الجمهورية الحصينة في مأرب، بل تذهب أبعد في توثيق انحسار المشروع الفارسي وأفول هلاله الشيعي في فضاء المنطقة العربية بعد أن أعادته مأرب إلى عرجون قديم. وتأتي هذه الحقيقة القاطعة في ظل مشاركة خبرات قيادية ميدانية من فريق الحرس الثوري الإيراني الذي قتل بعضهم في جبهات مأرب والجوف، وتحت إشراف مطلق ومباشر من الوصي العسكري الإيراني بصنعاء حسن إيرلو القائد الفعلي لحرب العدوان الحوثي على مأرب. كما أن مفاوضات الملف النووي الإيراني تدخل مرحلة انقطاع الطمث الجيوسياسي من أن تكون مأرب كرتا في رفع سقف الاشتراطات الإيرانية مقابل تقديم المجتمع الدولي تنازلات حول الملف العقيم.